فضيلة الشيخ، مع مكبرات الصوت في هذا الزمان يسيل الصوت إلى مسافات بعيدة، فهل إجابة النداء مطلقة مهما بعدت المسافة، أم هناك مسافة معينة يسقط بعدها واجب إجابة النداء؟ المعتمد الصوت المجرد من الميكروفون، فإذا كنت تسمع النداء بدون ميكروفون يجب عليك الحضور. أما إذا كان ما تسمع النداء إلا بواسطة مكبر الصوت فهذا لا يوجب عليك الحضور، لأن مكبر الصوت يمده إلى مسافات بعيدة، إلى 10 كيلو أو 20 كيلو، فمكبر الصوت لا يوجب عليك الحضور. إنما اللي يوجب عليك الحضور أنه لو أذن بدون مكبر صوت تسمعه، إذا قدر أنه إذا أذن بدون مكبر صوت تسمعه فيجب عليك الحضور. نعم.